بينج، وأنت طفلة واسمك سنودروب. وأنا أمك. حسناً يا أمي. وأنت شقيق سنودروب واسمك ديدمز. ديدمز. أنا سأخذ هذا. أمستعدة للتسوق يا سنودروب؟ نعم يا أمي. الأم من تمسك العربة والأطفال يمسكون هذه. أو يا أمي. هيا لا تضيع الوقت. نعم يا أمي. بالشوكولاتة أو بالفراولة؟ الاثنين. حسناً يا حبيبتي. تحب سنودروب الحليب. أمي أمي ديدمز يتصرف بخبز. ديدمز كيف تجرؤ؟ ومن قال لك أن تجلب الخضروات؟ أرجوك يا أمي، ألن نحصل على بعضها؟ بالطبع لا. أتظن أنني ثرية؟ إذن كيف حصلت سنودروب على الحليب؟ لأنها ظريفة للغاية. ماذا؟ عدها مكانها. مرحبا مندت، كيف حالك؟ مرحبا روكو، لا تسأل. ماذا يجري يا ديدمز؟ أنت تضيع الوقت مع أصدقائك؟ أمي، أنت تحرجينني. عودي إلى العربة فورا يا فتى. حسنا يا أمي، وداعا يا روكو. أهلا يا روكو، كيف حال والدتك؟ إنها بخير يا سيدة هيلر. حقا يا ديدمز، لا أصدق. أو من ألقى هذا؟ ديدمز. ماذا؟ ليس أنا، كانت سنودروب. سنودروب لا تفعل هذا أبداً. هذا ظلم، تأخذي صفها دائماً. هذا لأن سنودروب طيبة وأنت صبي شقي. ماذا؟ أنا صبي شقي حقاً؟ أجل، أنت صبي شقي. صبي شقي. حسناً إذاً. أهلاً. صبي شقي. تعال إلى هنا في الحال. بذر الكتان، بذر اليقطين، طحين اللوز. نعم، رجاءً. ديدمز توقف، يجب أن تطيع كلامي. لا، أنا صبي شقي. صبي شقي. جوز، قشور مجففة، شوكولاتة خالية السكر، لا مانع من هذا. ضع هذا الآن. لا. سأخبر والدك بهذا. سأعد لثلاثة يا ديدمز. واحد، اثنان، اثنان ونصف. هذا يكفي. عليك أن تنحني. أوه حسناً. أنت ستتوقف الآن. شاهدوا بلوي على ديزني جونيور.